نحن منسمي مرته أم أنزوعة، وهي اللي بتشرب الحليب ناقص الدسم، بس مهندس شاكر بيشربه كامل الدسم بخيره وعلى وشه قشطة كمان. ولا فاي أم عزو هي اللي بتجيب له الحليبات للمهندس شاكر كل يوم تنين وخميس الساعة 7:15 الصبح. يبدو لي في زيارات كتير بيناتكم. لا 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 لا، بالعكس، نحن ما زرناهن ولا مرة، بس نحن سمينا مرته أم أنزوعة على كتر مرافعة مناخيرة وشايفة حالة على الجيران. لك بتصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أول ما سكنوا بالحارة لمينا بعضنا نحن الجيران النسوان وقلنا بدنا نروح نسلم عليها ونبارك لها بالبيت. حلو الكلام؟ حلو كتير. قمنا اتصلنا فيها وقلنا لها جايين نسلم ونبارك لك. بتعرف شو قالت؟ شو قالت؟ قال ما بتستقبل حدا بلا موعد مسبق. سامع يا أستاذ؟ صارت الخانم بدها موعد مسبق. مين مفكرة حالها؟ مين مفكرة حالها وزيرة يعني؟ قول اجينا على قد عقلها وأخذنا منها موعد مسبق. قامت أدفتنا 5 أيام لقدام. بقى شايف على قلة الذوق؟ شايف؟ ايه بالفعل قلة ذوق، يعني كمان زيارة نسوان بدها موعد بعد 5 أيام؟ ومن يومتها؟ هداك يوم وهذا يوم، ما عاد حدا من الجيران كلهم لا فات لعندهم ولا عتب باب بيتهم. ايوه، معناتها ما في أي سلام وكلام بيناتكم. هو إذا طلع وشنا بوش بعض يعني بالصدفة بالزور منسلم على بعضنا، بس هي دائما دائما بترد هيك من روس مناخيرة. طيب عفوا، طالما ما فيها زيارات بيناتكم، منين بتعرفوا كل هالمعلومات؟ ولو أستاذ حسام، ليش في شي بيتخبى بهالأيام؟ بس أنت إذا بدك معلومات أكثر وبالتفصيل الممل، ما إلك إلا هيفا. لا أنا هيفا، ما إلك إلا بيت أبو شادي، هدول بيعرفون على حقيقتهم. وين ساكني بيت أبو شادي؟ ها، تفضل على البلكون لدلك. تفضلي تفضلي. تفضل. شايف هديك البنايه اللي عليها اباجورات؟ هديك الاباجورات اخضر؟ لا، هديك اللي على سطحها برميل مازوت. هذا البرميل على فكره امبارح عبوه 2500 ورقه وعملوا خناقه مع الطنبرجي طويله عريضه. الطنبرجي بيع مازوت يعني. ليكو ليكو البرميل مكتوب عليه اذكريني دائما، شايفه؟ على فكره هذا البرميل تعرف منين جابوه؟ وعلى ايدها اليسار في تالوله، راحت لعند الدكتور عبد الوهاب ابو العبد لحتى يقملا اياها، قام قال للدكتور صعب تنقام لانه بيخاف تتحول لسرطان بعيد الشر. وحضرتك بالذات تحديدا كنتي مع، قصدي رحتي معها لعند الدكتور؟ لا يو، شو اخذني معها؟ شو شايفني حشريه لهالدرجه يعني؟ بس الحكي بيناتنا ما في شيء بيتخبى بهالايام، لكن كله بيبان. ولو على فكره غنيه ولو تبع وديع الصافي، المهندس شاكر بحب يسمعها كتير. صحيح هو مهندس وشغل أرقام وحسابات، بس الشهادة لله الزلمة صاحب مراء وطرب. بس مرته ما بتحب الأغاني منوب، مرته بتموت بديانا حداد، إيه وخصوصا غنية شاطر. وبنته بتحب غنية ياما ملحب بشر على الشكر بكر، وهالغنية بالذات كانت السبب فسخ خطبتها. شو هالحكي؟ البنت كانت مخطوبة لابن خالتي بهيج، شاب كامل مكمل من جميعه، يعني مو ناقصه شي منوب، بس هو بحب غنية سميرة سعيد يلي بتقول يوم ورا يوم ما قالي نوم حبيبي، وهي بتحب غنية ياما ملعب بشر على شكر بكر. وفي يوم من الأيام كان في عندهم موعد هن اتنين، وقامت هالبنت تهندزت وتمكيجت ولبست سكربينة سودا إلها بزيمة فضية على طرفها،